كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس رقم 23 من مجالس شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله المتوفى سنة 771 للهجرة يقول رحمه الله مسألة بدأ بمسألة جديدة قال من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية ليعبر عما في الضمير قال من الألطاف ما قالش من اللطائف دققوا معي اللغة العربية وعاء القرآن نمس فهم؟ كون اللغة العربية وعاء القرآن من خصائصها الدقة والضبط نعطي مثال مرد مثلا الشهيد ممكن توصفه ذي تعرف إزمار دينيض ملطخ بدمه ملطخ يمس إزمار دينيض مضرج بدمه إزمار دينيض مخضب بدمه أن ديلا دقة بوال سمحتي خطرتي قال مباحث مهمة مباحث لغوية أصولية ركزوا معايا مليح تبغي توصفض توصفض الشهيد وزيد فرنسا صناعة فرنسا يذمن وكذا إزمار دين ملطخ ملطخاكي زين غلا يمس يومس إزمار الدين مضرج مضرج استخدامت ذي تعرف إيوين يتعدان من بعد واعتدي عليه إزمار ذا هو الناس محتي ذا وضل وضعي ولكن ذي شو ذي الكلمة يقنسفن مخضب مخضب أجل في سلسة الخضاب الخضاب ذي الحني يسمى إلى قدش بحظ أدينيض الشهيدكي إذا منني ماشي ذا سمسي السمسن لا شبحنت يشبح سي ذمنيس لذلك يدفن بدمه في الشرع النغ الشهيد كذا ينطل أك سي ذمنيس وتسير الضرمين طه لو كان يومس حنا قد سيرضوا مادام اذا منيس للشباحه لذلك في تعرف الكلمه ياكي تساكيس خدما مخضب من الخضاب طبعا هذا مستوى الفهم ومستوى الحذاقه فهم ضامك يعني خاطر القادرين تاوك في كذا ما ولاش في كذا كذا لا سوى لا في اللي غندسني العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استقصى يونس صحفي إن سنوي ذا مقارنة شيش نظر الرسول ذي العمر ذا الرسول مزيف العباس إزمال سنين كم قرغ في الرسول نك مقرغ في الرسول الزيف ولا ما تسيدت من الزيف إفكاس الجواب فايض إن الرسول أكبر مني وقد ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنس الرسول مقرف لي خا
خاطر الا مقام النبوه والرساله ذا شون كيني لولغ كان قبليس باركيني لولغ قبليس تعدى لو ميساج يعدى وكاشيني ديريكت مقرا في الناس. لذلك انا هون دسني نكون ديت قبيلي في نظير الحضاره الامازيغا نسال شو اللي الحذاقه ذادا لالا زيزي وكيسمونا كي كيد وفي كذا كي النظام. هل هذه المصطلحات توقيفيه ام اتفاقيه؟ يمسلينا كي هل توقيفيه معنى الهاميه ضرب بيرث ديننا شغل اي بروغرامي ثن ذينا اي بروغرامي ثن نكوني ننطقي ثنيد نغنم سفان في اللسن خاطر ازما دينيض هي اتفاقيه ازما دينيض هي توقيفيه ذا قاد اليوم ينقش ذا القران ربي ند وعلم ادم الاسماء كلها صافي مادام كلها معنى سونز اكسبسيون اليس كذلك؟ لقد صبرم في اللي ذي الحلقه تجي اقلق نشم بكي وعرنت مليح ذا شو الكونسونتري مليح نركزوا كما راكم الان راكم عطيكم الصحه بهذا التركيز يلهينك يلهين وخنوي باش نكلم معي ثلاث نتسوالي غادي تساعدين تيوث تيوث باش انت تصوغ تبعني مليح. هل الالفاظ توقيفيه ام اصطلاحيه اتفاقيه؟ ثورة مدن مسفهم نناد الشهيد يمسن ذي ذمم مثند ملطخ ايه يبضغد المعنى سمحي يروح الميزان مدين مضرج بدمه ايه سيد الحق يروح الميزان مرادين مخضب بدمه كني بارك الله فيك تختار ضد اول ينسفن اول ينسفن خطر الخضاب ذي الحني والحني ذي الشفاحه ذي نمي ذي الشرع الشهيد ذي ينطل سيدا منيس صافي شو كيبون داوي ضمس اولاكي اهل طارا يبروغرامي ذيك نغ ذنكني ذي مذان مسفهاما كل والف كان سيسميس كل حاجه في كان سيسميس ذاك قرنك اصطلاحيه اصطلاحيه مثل اصطلاح الناس على الاشارات ما ريش خدم غاكا ثق معنيش لا لا سننساكم الدن ما راه خدم غاكا معنيش نعم ما راه خدم سمحتيه يولي خدمك ايه اما ريحيني صراحة في قالك هي كل المشتركات الفضصة مثلا البسمة ناند البسمة هي اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة ما فضصت قوذ مكيون ولا مسين دار اللغة لكش لا ننسى وتمسفهم رس اللغة أتمسفهم مس الإشارة ثورة ساقي اللغة صم البكم عن لغة الإشارة اصلا ضرب من في ليكونومي ثلاثه مسا دي سي دي ديتاي مقريت مليح مقريت مليح ولكن ذي وقالي سن لغه الاشاره هذا سي سيوض المعنى اللي واد يفهم سن لغه الاشاره وهكذا. السؤال المطروح هل اللغه هي توقيفيه معنى ضرب بيغي بروغرامينا كمي مثق ذي ثقينا أدين زيزي ذادا لالا ذا الصح ذا القدر ذا الهان نظن كوني كان مزورا نغض غان حدقا وفي قرار غلق تابوت الزايت غلق غلق الزايت سيني سربح ثابوت المذل خفيف مذل ثابوت السعودي ولكن ذا شو ذا شو كذا بروفوكينا لا ذا شو مير ما سين نعم شفاح اتشم الساخه ما سير معاه شويه كثير ثم الطوث ولاش ذي شويه اللام نغاش ثاني ذي الخير كان
مخلف ثنيك ذي الخير كان انت ولاش مي تسعد ديك ميساج ذي الخير كان الخير كان تشبح ولاش يا لطيف الور في قذي لن العلماء دينان ضرب سبحانه أكيغي بروغرامي معناتها توفيقية دليل وعلم آدم الأسماء كلها صافي مدام كلها معنى كلها يزال قسم البحر وقسم الحيض وقسم الجمع وقسم صازر وقسم الطير صافي كلها ولكن العلماء الدين خاطئ الأصول نعم الأصول أصول اللغة نعم ولكن في قد المصطلحات لا ترمينولوجي إلا قد مخلفا بدليل بدليل مخلفا ذي تعرف مرة ديلال وقور اسم ناس الهلال اسم استروميث صح إمارين كمالة كني 13 14 15 استعرف اسم البدر لا لون بلان إذا قد ينظر بلان ولاش يعني كلمة واحدة ولاش استعرف اسم البدر ما ديض بدر معني نكمال إمي يقفوك يغل درقاق اسم استعرف المحاق المحاق استرم شبك هدينا إلا قد وضع كريم سنة تلسقل باش يدفع ذا تسمر مرد دفع كالكني مرد سمور بعد ما يقول إلى آخره يسعى كل مراحل شحال المراحل اللي قلنا كل مرحلة سايسميس فقد تمهيد الموضع بسين الموضع دهدو لذلك أشو دين المصنف رحمه الله إند من الألطاف ودينار من اللطائف خطر اللطائف جمع لطيفة أما الألطاف جمع لطف معناه ذي النعمة ربي ذي الرحمة ربي إفكي غدي مسلاين لو كان ولا شمس لاي أمشي نخدم الدليل مارث ولا ضعقون أتزرد شو يسوى مسلاي أعقون إلا قصت مسلاي ذو قزال وقيمة صنظة فقاك ديوالي تريسيتي ثفاث صح ولكن أعقون إلا إثفاث سبحان الله ولكن ذاك ثقة ذاكية ما كان قرن المعلمون قرن وسائل الإيضاح ما كان غادي يقرا ربي حمد ربي مادا ما تسمس لا حمد ربي مادا مثل الحوض حمد ربي في إنك من الألطاف حدوث الموضوعات اللغوية اللغوية الموضوعات ولكن ذاكي إند حدوث الموضوعات لفت ديني حدوث معنى أمر حدث وكأنه ذي بنادم ذي الغشي في قمس فهما في مسلين فقي سيأتي بيانها بشكل أدق في الدرس القادم إند ليعبر عما في الضمير أين ندير كونسيونس بنادم أين المشاعر سي سونتيمون أين يبغى في ديني أدي جف ذا مسلاي في ديني أليس كذلك؟ صافي في قد الرحمة أين تبغي الله يدين الله يدين بعد شو دينا المصنف وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر يبغى ديني باللي ما تخدموا لغة الإشارة أتسوض المعنى نفس المثال أتخدموا كانك المعنى يسكي دمان صح أتخذ مضاكا يفكي دمان أتخذ مضاكا إما أتخذ مضاكا ذلك نخدم صح إلى آخره ولكن أي غدينا أفيد من الإشارة أخطر الأول الكلمات جامعة للمعاني تعبر عن جميع المعاني أكل معاني في غضة سوى له تدينيض ولكن سل إشارة لنت المعنو الزمير ضارة والزمان تدينث بعد تحريك هذا تخدم وقال يصحب لغة الإشارة وقال سيغران أكني تفن الصعوبة لنت المعاني والزمان تدي شرح بسهولة
هذا يخدم لو سونس جلوبال هكا ذايا موليش مارد التفاصيل ذايا اللي مغدينا المصنف إن دوا هي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر الحمد لله ذا الإشارة ثم فغت تهضر الفاظ نغيون استهضر العقل الإشارة تهضر الفاظ نغ ولا شو غادي يسلام ثم الزمان الهضره كيديك ولا شو غادي يسلام سوا ولك لماذا الإشارة هو لا نغد صافي تصل المعني قلنا لك نمس فهم بعد شو دينا وهي الألفاظ الدالة على المعاني الألفاظ الدالة على المعاني كل لفظ يسعى المعنى يدل على معنى قال اللفظ دليل والمعنى مدلول اللفظ دليل طريق والمعنى مدلول دولي المقصود إذا وتعرف بالنقل تواترا أو أحادا شو المعنى يس تعرف بالنقل تواترا المعنى يس شحال أجروذ ماد ما يتسمغور سيك حفظي مسلين سي مولان يسلا سوى ثقي التجارة دقار التجارة صافي سي تدي يحفظ يحفظ سي مولان المحيط نينس البيئة لونفيرمون انديلا وقيل معنى تحفظ بالنقل تواترا تنقل من جيل من جيل من انسان الى انسان بالتواتر التواتر يفيد القطع ذين ني غون ذاك كاع الزونه دين يفقع يتيزي وزو يفقع ذا المعنى وايض اي غير انسي كون ديك اولك انسي ديك اولك صحاب تيزي وزو تواتر اولك سي زيك مسفهم ذاكي مزوره باللي يفقع المعنى يسيرفا ايا ذاكي كان نرتيزي وزو يقرا في الحال يفقع ماشي يذرفو المعنى يس يقعد سيكون ديك اولا سيغ ديك اولا بالتواتر والتواتر من جيل الى جيل يتسد اولني شغل نورثي ثيد نورث دم سلاي ناون دسني مدينة اشيمي وإذا قرأ شغر وإذا قرأ أيغر وإذا قرأ أين ذاين أكيم سفهاما صافي ذا المصطلحات صحيح سجيوث الجهة دين ذوقي الثراء يعني لا ريشاس تمسيت اللغة ولكن نستسيارة باللي في قادة نقلت بالتواتر أو أحادا أحادا المقصود بذلك عند الخواص لو كان مثلا استمطل غطلصت شو تفهم سوى لي تعرف في دهضرة استمطل غطلصت ذا شو المعنى يس شو تفهم يعني المعنى يس ثفاند شرقد غادي استمطل غطلصت الشمس يعني شرقد يطيش مي وسنا استمطل غطلصت توسنا راه شيني شرقت الشمس وخلاص او بزغت البزوغ الشروق ولاش الفقيه تفضل ذي الفقه شيني استمطر لا شيني شرقت يعني شرقت الشمس ولا نقول لك بزغت الشمس من البزوغ تعرف اما بالنقل اما تواتر او احادا مدينا الاحاد اذا جي اماكن وظف ذي الحديث النبوي الى الحديث المتواتر حديث متواتر هو الذي بلغ أقصى مستوى من الصحة القرآن الكريم كله متواتر كله متواتر ولكن لأنه نقل إلينا بالتواتر جيل عن جيل ما أكث أكيد ينزل ربي ما زال ثلاثة أولى كله متواتر ولكن السنة لا ماشي كلها متواترة مثل السنة المتواترة ثلا السنة المشهورة المستفيضة ثلا خبر الأحد من سنة الأحد إلى آخر ما تعلمون من التصانيف إذن ما نقل بالتواتر وقي قلم وقي مسجد لظهر إلى آخر كل اللغات وباستنباط العقل من النقل يعني أحيانا هذه الأمور منقولة ولكن تطور مثلا تكنولوجي ثورة أشيني غا لورديناتور ولا شي تزي ولا شي لورديناتور مي اسمي ديفاغ لا تكنولوجي تصاوب غادي في لورديناتور
سمانه استعرف تمشي صغي سميس الحاسوب وباستنباط العقل معنى العقل يستنبط من النقل هذا الطفل منقولات بعدين بعض الامور المنقوله يعني جاءت وسطنا نقلا وبعدين العقل يستنبط ثورنت لانت المجاميع اللغويه اد سفون تليترم في جديدين في جديدين ينسفن ينسفن اجديد لا تكنولوجي انتورا مفهوم معناتها اللغه مثل الكائن الحي قابل للتطور ثم سليف لا لونغ اما الكائن الحي ما كاين الامذان تيمغور الطجره تيمغور مما اللغه الى تستخدم باش تيمغور شويه لذلك الامام الشافعي رضي الله عنه من قوته يخدم دلعجب في كتاب الرساله كتاب الرساله جماعه الخير سنعود اليه ولكن ماشي ثورة على ما نكشم دي 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 الغموق كي كتاب جمع الجوامع بلاش كانوا غالى كتاب الرساله انا قال الى كتب كتاب الرساله الشافعي وقال الامام البيضاوي وقال الامام الغزالي في المستصفى وقال مختصر بن الحاجم يعني انه قال الورقات الجمع الجوامع خاطر دينا دناوي كلي بولاكيم قرانا ذي الاصول ادناوي اندم موفقنا ندا يعني حاجه عجيبه حاجه عجيبه جدا إنه لا مجرد ومدلول اللفظ إما معنى أكون تفكر ثور الكلام وبعدين هيد شرحه ومدلول اللفظ هكذا يقول المصنف ومدلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب يعني لغة صينية متى شوف غاديني يبغى ديني مدلول اللفظ لان قسمان الا المعنى الا اللفظ المعنى جزئي وكلي جزئي مثلا ما رديني اسم ادين لطفي لطفي وجي معنى جزئي ينصرف اليه اليه ما ردين سمحتي ادين قرآن حديث إذا القرآن ذا ولا ربي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما ثبتيد مع القرآن لو كان تقصد الحديث هاكي ذا هو الحديث ذا هو الحديث حديث ينيش حديث ننفينا معناتها لا يفهم إلا بالسياق ما ردي مثلا إنسان بنادم وكي معنى كلي معنى كلي ماهوش جزئي معنى يستغرق الكثير كل الناس أنا تريما بنادم ولكن ذا إلا ذا المعنى كلي أكبر الكائن ما دين كائن حي كائن حي ماشي كان بنادم ولا ذي الحيوان ولا ذا فرخ ولا ذي الحوت كائنات حية إلى آخره وبعدين كذلك إناد أو لفظ واللفظ إما يكون مركبا أو يكون مفردا مركب مثلا ديناض الجزائر بلادي الجزائر تمرثي خاطر كون كان كالجزائر كاين شو شويه لان ما ديناض بلادي لفظ يعني مركب ديناض الإسلام ديني نغ ديني الإسلام ما ديناض مفرد المفرد إلى المستعمل إلى المهمل المستعمل ما ديناض جامع الجامع إذن يعني مستعمل متفق عليه الجامع الجامع إذن لكن يون أندي للجامع الجامع معناه يعني مستعمل واضح ما دينيض أمان إلى البحر إلى إلى ومن البحر لن ومن الفير لن ومن العنصر لن ومن ترقى لن ومن لهوة لن ومن النذا إيش حب من يقول الله صح لذلك الفقهاء ذي الفقه مد هضر في الماء أمن يصلحني العبادة نند ماء مطلق شو المعنى يسمع معنى بلا قيد ولا إضافة خطر لو كان أمن أجي أمن ثورك وجي ماء مطلق ونظر سيدي وسان إما ضمان العنصر لو دو سورس نغادي ضمان لهوة نغ ضمان بذفل
نغذمان نلفير نغذمان لبحر نغذمان وقيا وكيسم اسماء مطلق مياه البحار مياه الآبار مياه الأمطار مياه إلى آخره مياه الأنهار وكذا ماء مطلق يصلح للعبادة والعادة ويصلح العبادة الوضوء يصلح العادة سرد ذميك سرد المعن الأحوال اشتغل لو كسنا نرنو شوط نتا من تذاكي نغيفكي وقي من بعد زمادي نضا وقي ذمان جمادي نضاكا أدين ظماء خليط بي صدروا الحاجة ثامنت أي فكينا كذا من بعد فقادا فروح الصفاني الماء طهورني يعني يصلح للعادة لا للعبادة سويثي التجرة سير ذي الأحوال سير ذي فسنيك الوضوء لا يصلح اتفقنا لذلك المستعمل لفظ المستعمل هو ما سيستعمله الناس وتواضعوا على معناه للتمييز بين الأشياء ما إلا ذي المهمل يفكاد المثال داقي إناد كأو مهمل كأسماء حروف الهجاء أسماء حروف الهجاء ما دير مثلا ألف حقل عندك ثلاثة ها اللام الفا ألف إنسى ما تحفظ ديون ولكن ما في دغرض في دنتقض ثلاثة ألف ثلاثة إجيم جيم يون الحرف مثل دغرض ديك ثلاثة الجا اليا الميم جيم في هذه قناصة أسماء الحروف أسماء حروف الهجاء في قذقي مهملة لا معنى لها سار المعنى سار المعنى في قذقي ودينار مثلا الباء الباء خاطي ناد فكرتني عدن الباء يوم الباء يسعى المعنى يكل معنى يكل معنى يكل ايه مثلا الباء ربي مدينة وامسحوا برؤوسكم الوضوء الآية السادسة من سورة المائدة امسحوا وامسحوا برؤوسكم شو المعنى يس البيي اما الباء تبعيض معنى اما الالصاق اما الاستعانه اما ساعتص المعاني ساعة ادنو غير الحروف المعاني سواتاس الحروف هكي المعاني الحروف لذلك هذه الوضوء مثل ظل الالصاق مثل خمضك فوسيك ذي الوضوء زين يكفي يجزي مثل ضد المعنيس البعض بالتبعيض سميد كان شعري كان توفيضه سيان غ سيان شوت كان يجزي يكون ذي الملكية إلى قياكو أكا علي روتر ياكو صفي الباء سهل المعاني ولكن دقي أسماء حروف الهجاء مثل ألفون جيم شو المعنى سهل المعنى إنك في قذقي هي لفظ مفرد مهمل مهمل يهمل الهامل ألم يشم داخل البوال ريسع المعنى ألم يشم داخل البوال ريسع المعنى أشو دينا أدعو ذغي الكلمة تجد وما دلول اللفظ يعني أي دنيا كيوك وقيد المعنى للفقرة يجي وما دلول اللفظ إما معنى جزئي أو كلي أو لفظ مفرد مستعمل كالكلمة فهي قول مفرد أو مهمل كأسماء حروف الهجاء أو مركب ولكن سيكون الفقرة يجي زماش دخما شغل أمبلون هكا أي خماضاكي القسم الأول معنى المعنى جزئي كلي وبعدين ذاك الجزء اللفظ اللفظ إما يكون مركب أو يكون مفرد المفرد إما مستعمل إما مهمل هذا الشيء ما يجي يبقى كلش نكمل والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى هذا الوضع الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى بمعنى اللفظ دليل طريق والمعنى مدلول مقصود وقيل معنى يس هذا ما كان ذا مسلي أمسلي إني إنس مسلي أغذية والمعنى مكل مسلي يسعى المعنى مكل مسلي يسعى المعنى إنما المعنى يجي يقسعى
ذاك مسألة خلافية سيأتي بيانها في الدرس القادم ماشي سي المجلس القادم، ولكن إن كان ميسان مسألة خلافية لو قد يقارن هي توقيفية من عند ربي شغل ما مثورة سمحتي الدواوي قلان ذي الدونيس يسكد لي مادسان لي بيولوجيست يسنتي دي خلقا نو فانتنت ذاك ثورة ديني العلماء حين باللي ماشي ذني دي خلقا نيثني وفنتنت صافي لانت ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اي غرف اللحني لن ذي زيك ورسينا روالو يحوزي مانيس سو مير من بعد ديت في لابلونت اتيدز اتيخدم اجربيته ماشي المعنى يسي سنيت ولسعارة معرفة مسبقة إذا جربك جرب خطر العلم يتس دي مس تجربة مس الملاحظة مس التلقين كيف ولكني وين سمحتي وين يهلكين كذا وكذا لا بلون تاقي في الهياس نسيك ذكا يا إما ينايك سي الطبيب يا إما تجربت شيتش تجربت ثامنت السيكاتريزي يروح لاخر تجربت نغ ولا ضيون يضرس شو سيضرني الجرح اسمي استخدم الثامن تي سيكاتريز غادي نير هذا ما كان ولكن في النهايه يكون خير راكي قلان ضربي هديف كان العلماء تسنادين لا روشيرش تسنادين وفان واستقبالي في قرن وينو ذان هذه في نغيوفا وينو ذان يوفا من بعد ساعه التركيب هذه ركب ثاقه كنت ساقد فغ ثاقه شو هذا قيد العلم ولكن اصل كل هذا الشيء ربي هديف كان وبعدين الايه يوم يسلم ثورة ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء من بعد كل العلماء نوزانو كي الدونيس وكي الاسترونوم ديال الاسترونومي وكي البيولوجي وكي الجيولوجي الى اخره قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق نافيس 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 والعلوم كلها تتكامل وسيمي العلوم سنرني تسيمي تسيسين ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء ذا شو دينا من بعد ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد وقيس العباد اسمي الصيماري عباد أجي من المعتزلة وحل بالكم معتزلة استخدم العقل بزاف إلا وندخل في الجمهور العلماء كثيرا أشرنا إلى بعض المسائل فيما سبق وسنشير إلى مسائل أخرى دقيقة في المستقبل إن شاء الله. ذاكي ولا يشترط مناسبة لفظ المعنى. يعني ماشي الشرطة ديلي باش نسمي الكساقي الكاس إلا قال لي السبب والمناسبة ليس شرطا. ماهوش شرط. إلا العلماء دينان كما عبادكي وهو من المعتزلة وكان قاضيا أبو عبد الله وكان قاضيا إن ياك بالعودة إلى جذور اللغة أدناف ثل المناسبة ذي التسمية دوك سمي كيف وين أي غرس نسمى البحر البحر أي غرس نسمى البحر البحر أي غرس نسمى الحيض الحيض أي غرس نسمى إيجني إيجني هل ترى باسكو علاي نسمي سي جني نسمي سي جني خاطر نفاتي دس قرني جني سي جني وخلاص صافي جمهور العلماء ان ند ولا يشترط مناسبه ماشي شرط ماشي شرط تسيني المناسبه السبب بين اللفظ والمعنى عبادكي وكي من علماء المعتزله كي قرات لا المناسبه ان غلر جذور قال بالعوده الى جذور اللغه بالعوده الى جذور اللغه سمحت لي البابا يكواث الديغ اضعطلخ القوس يكواث يلدي اذي نعطل دي ساطاس خاطر تاكي ثغال الجذور اللغه انا ما استقبلتها ما استعرفت ما دول الوسط ان شاء الله نسعى الامثله كثيره اثنتي دينيني من بعد ذي المصطلح كاشيني العلماء دينا بلي لا مناسبه مدينا ربي والليل اذا عسعس يلا ذا شو تفهم من عسعس ياك ماذا فهمتم جاوبوا ولو كان يكون معليش اجتهدوا ارخص دولاه ارخص دولاه اظلم زيدوا ها طول أطالة نغطالة كمل
للأسف لا. عس عسى المعنى يس أقبل وأدبر يسيل لن دخل يض يتسد يصرح ما يساد أزديني عس عسى ما يروح أزديني عس عسى يون بولي سعسين المعاني كلاهما ضد للآخر يقوان غلا الجمهور الجمهور الدين نوال وقي كنت في كذا المثال إلو اسم الأضداد يالله سيدي أنا قيد عسى ما كنت في كذا أمثلة النظر صافي ما ردين وليلي إذا عس عسى ذي تعرف عس عسى يقي الزمر ده الدين في الإقبال نغ في الإدبار ما ردين يساد يض الدين عس عسى ما ردين يروح يض عسى عسى يون بول يسعى المعنى ضد ضد ولكن يستخدم بالمنظور ثورة يمكن يغلي يطج أديني عسى عسى الصبح ما يروح يض أديني عسى عسى خطر نوالاث نوالاث مدي يروح مدي يكشم نوالاث مقفغ لذلك جمهور العلماء الناند لا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى لا يشترط صافي بند أدلة قوية عبادة قيم السلام وقي روحي في قرن ولا الجذور اللغوية ذي الجذور اللغوية قد نويش ودينا سيباويها سيباويها قي حدث نغل فرع نغل الزمخشري أدنا ضف ابن جني أدنا كل وقذا قي أنا عايشين سنة ولكن ماشي كان مع العربية من ثق ذيليث هي من ثق ذيليث ولا الغرس أن فنغ الجذور اللغوية يعني كما قال عبد ومن معه طيب ما راكينين مثلا وشروه بثمن بخص شروه معنى شرى ولكن شروه صافي وغنت ايه وقي سعسين المعاني سميس الأضداد اللي انت دخل المعنى يسي الزنز المعنى يسي يوغ المعنى يسي الزنز المعنى يسي يوغ الأضداد ذاقوا في غرض فتح القوس سيقي خطر مش هتطولخ نقيم كندا المهم في كانوا رأي الجمهور يناد باللي لا يشترط ولكن عب شو دينا ماذا قال المصنف ولا يشترط مناسبة اللفظ للمعنى خلافا لعباد وني غنود ننسى يخدم ذاك الرموز كدير قال كان ميساج وروح فاميل سيبول الى الشرح يا اخي ني غنود اذكر اذا تكرر تقرر كتاب ينقار من اعظم الكتب في علم الاصول ايه ني غنود وكاديك السلانات الصغار اذا كي اثنقار يقرا شو كنا نكونوا الصغارين انا مدنا يرنا يا عزازكا يا نص قبيلي عادي ما نفغى نوض ما نفغى راه نحمل الحلول السهله علم الاصول قلنا راه ندعي علم جليل ما نغرى علم الاصول وكورنا روحنا وكوكوك ومسار وكورنا انا هضر مسفان اصوليا من غرى العلم كي جامن مسفان مين في القران تمسفان راه ذي السن جامن مسفان طق على منطق هم بياسم بلا ثموسني بس دك دك يعني تقول شو تقول وتربح مين ما نسعى لي ريفيرونس نسعى لي ريفيرونس انا والله وصلت سي دي روبير انو غال انا في فرات عادي مين حتى الذين قالوا راي معين كما عباد الجمهور شو هادي سعى الادله سعى الادله ماشي كان هكا الخلاف لم يكن عن هوى ولكن الخلاف كان عن علم ومعرفه خلافا لعباد حيث اثبتها أكدنا المصنف حيث أثبتها يعني أثبت وجود المناسبة أو السبب بين اللفظ والمعنى بين اللفظ والمعنى مثل مكيني تساكيني زلزالة ذي سميسي ذواليس إذن حاجة سقوذ صح لذلك ربي القرآن الكريم لك مستهم البأساء والضراء وزلزلوا معنى نفهم لا دوز الابتلاء تيمغور دي هضر في الصحابه في النبي صلى الله عليه وسلم
مستهم البأس يعد فلس الحيف والضراء يعني قريحا إرنا ربينا وزلزلوا يعني درجة ثم قرات بعد مش ديننا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فبض ذه فبض صيغ ولا تصدق هذه نسيت سوا سوا متى نصر الله المعنى سلاقي شغل يقيم كان شعره بين الأمل واليأس ثاين طبض الحديث من بعد ضرب شو ديننا كمل متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب من بعد شو ديننا فقيل بمعنى إن أنها حاملة على الوضع وقيل بل كافية في دالة اللفظ على المعنى وقيل معنى بوين دماكني يفكاز كان مزيد بيان من بعد شو ديننا واللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني خلافا للإمام ذاغ اللفظ موضوع للمعنى الخارجي سمحي ثاذ حيرث وقال يسعى البحير خدمنا سيوث الحاجة باش تساقذ قرنص الخيال انت الحيرث صح في كل خدم لك شو ذا صغار بعد السلسل ميما بلطو تتوالين ما لا تواليض سي البعض اش استناد بنادم ذا اساس لمس فهم ثورة وين كان يقاذن ذي ناظر ول السين ثالث حالة قد ساعة اساس خطر القبيل القرن الزرفي وحديق ايه حرشان الزرفي أمومي ثالث حالة قد ساعة الحرمة وقيد معنى ايس ايوين كان نستعرف على استقبالي والو الزرف ناقي ثلاثة شهر أنا قبيلي هذيك الشمرة في بحيرتي ميك الشم ثورة إيماجيني دان سيناريو يكشم يسعى الكوراج يكشم سي قارنك الزرب الزرب كسخ في حواجرة سي بور سان لغاشي خدم ثورة تريسيتيني الزرب أي خطرة دونو الإمام مالك هنا مكروه تصعود قجون العسة الحراسة مكروه يسد التلميذ ينس يخدم قجون أنا ناس شنو خلفظ الإمامي أمشي الإمام مالك شي قار مكروه شنو تخمض تبدا قجون ديال سخان حين يسوى الناس لو كان الإمام حيا الإمام مالك لاتخذ أسدا هو يبدل الزمان لو كان الإمام مالك مازال تيدير ماشي ذا قجون أدياوي يزم إن كوي ثورة ستيا ميطاج يصل باروداج هكذا وبلاندي ستيا ميطاج أتخذ مض باروداج رنو يصل بورت بلاندي إيه صافي الإمام مالك كان يثوى زاشار ديني يعني يلا تبعني مليح صافي وين كني ظرفني على فسيف يكشم اسمي يكشم ولا الخيال انت بحيرت ذا قيل لا نسين الصناف يون الصنف ذا ما قواض ادير ولا سيني الا يوايض السيني نو سي بوسيبل ماشي ذا عساس ذا الخيال سميت سيلحو يساعد المخيس صورة ذهنية بلي ذا عساس بنادم يسعى الكوراجة سيمي يلحو 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 طبعا الكوراجة الخسارة سيمي يلحو إذن بلي ذا بالطو سلسنت يوعى كواز ذا غاذي يوضر غورس ذا غاذي سهلة سيخم كيك هيدي ويكاو روح هذي يكون نورمال ذاكي شدنا العلماء نند اللفظ موضوع للمعنى الخارجي خطر سميثي ولكن أكني يسيسد إدراك صورة ذهنية معنى ذهني ذي بنادم ولكن اسمي بضرغرس يفث باللي ماشي ذي بنادم ذي الخيال كان فقيم خالف هندس العلماء نند إذن هل اللفظ موضوع للمعنى الخارجي الملموس نغلي المعنى الذهني رشو دينا ذا جنسا حسم المسألة السبكي اتخذ رجح رأيا رجح مذهبا واللفظ موضوع للمعنى الخارجي إذن رجحه لا الذهني لا الذهني معناته أن الذهني هو إدراك قد يكون صحيحا قد يكون غلا شغلا من أولا السجنة السجنة ذا سجنة
نورمالمون السيدنا يسعى امان نورمالمون مي في كوال هذه يقال تسوث علاش علاش مي سام زوارو ذي المخيس يسعى معنى ذهني السيقر ذا السيدنا يسعى امان مي اباري فينس نو ديجا نسيفوز ديجا ثوث نسعى والو تشوفا السيدنا لذلك ربي مدي هضر في السيدنا ان ذي القران لم ترى ان الله يزجي سحابا اسمه السحاب لانه يسحب ظاظون في تسحيبا سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ذينا تضروا في العمليه سنه العلماء عمليه تلقيح يضرون هي الموجب السالب وبعدين ربي ناد فطر حاجه مجسمه غلا اتواليض فطر الودق الودق معني سلهوة المطر فطر الودق يخرج من خلاله أتوضى السيجنة في غندوامان المعنى الذهني أم زوارو ذي السيجنة بلك تهوث ونزرارة ولكن من المث سويض ذي السيجنة المث واض لهوة مغالا في كل صدمع ذي لهوة ولاش لهوة اللي غام دهارون الرشيد ينواس سمي ولا السيجنة يلحو يتسراج يغلي يا اخي يمكن يتسراج انت ولك السين وقيل ثوال الهوا قبل دار فريحه اثن وقيل يوض ساع الزون يوض عزازكا ان فغاد يغلي الهوا ما فغاد يغلي الهوا من فغاد يغلي ذاكي عند لا هارون رشيد المي ولا سيدنا يروح هاك يروح اذا اسد ان سياسة حابة ولكن ايام العز ان سياسة حابة امطري حيث شئت فان خرجك سياتيني لهوا دا تغليظ الخير ند يوض بيت المال المسلمين معنى باش اتساع رقعة الدولة الإسلامية ودالة على العزة صافي من المال نفرق المعنى الذهني متى يحسم فيه بالمعنى الخارجي أليس كذلك الملموس يوضد المعنى مثلا يوضد صحيح خلافا للإمام يقصد الإمام ما دين الإمام المعنى الرازي ما يناد الشيخ الامام فافاس تقي الدين السبكي سي ذي الكود واقي ما يناد خلافا للامام معناه نفهم مباشره الامام الرازي يسعى المعنى النظر ماشي قال لفظ موضوعا ذهني للذهن هكذا هذا راي الامام الرازي وكذلك راي الامام البيضاوي وكذلك راي الامام ابن الحاجب وفي غيرها كون شغل مليح الاصوليين كثير في كانت نجم بعد خاطر تقول خاطر ذي اللغه باسكو في كانت نحوي جم بعد ما نشم ذي الاصول ذي المسائل الدقيقه وقال الشيخ الامام هل من الشيخ الامام فافاس اكيسي سوالي فافاس المقصود تقي الدين السبكي اللي هو والد المصنف للمعنى من حيث هو وقال الشيخ الامام للمعنى من حيث هو معنى المذهب الثالث وليس لكل معنى لفظ سؤال مطروح ذاك من دفتر سؤال مهم انوي ذا طاس ذا المعاني نغذ الالفاظ نغذي مسلين اعطيكم الصح المعاني اكثر من الالفاظ زيد انوي ذا طاس ذا الافكار نغذ الالفاظ الأفكار أنوي ذا طاس الأحاسيس والمشاعر نغذ الألفاظ أعطيكم الصحة لذلك في كل قرن ذي تعرف تخيني يعجز اللسان عن التعبير أو يقول لك الكلمات لا تكفي للتعبير ذخيني يون هضريد في حاجة يعني كيف حمر طاس عزيز عزيز طاس وحاجه مقرون حاجه يسعى نزال وكذا الدين ذو الله مزمرخ يمسلين السعيغ يعجزن باش تجفدنا كل شوي لان في كل احاسيسني لو كان كاين وصفد كان وصفد يما سورتو زيك اسمي الله اسمي مش مثورة على جوان بوساكي ثورة يماك باباك لاز ميزيريا ذي فغم غار صباح
يروح هذه السفره في هو هذه خرز كذا هذه رجوم بالك سكوسني ولا شلهوه بالك كذا الى اخره. من بعد يروح هذه الزدمه ديال صغارا هذه الزدمه ديال صغارا. من بعد تمدي في روح ديال ومان ديال وكم. من بعد الماء تيشتوا الى قضي الدبلي ديال النعمه اللي تشاركوا فيه. من بعد تمغرس الشهر تخدم خمس شهور ديال صغارا. اشيني وصف كان لعثاف الوالدين في الله هذه الله لا يمكن ذا شادني ذا شان تجاض أليس كذلك؟ لذلك ميم ثمسال تاقي هضرت في اللاس إناد وليس لكل معنى لفظ معناه أطاس المعاني والسعين تر الألفاظ حسم في المسألة وليس لكل معنى لفظ بل كل معنى محتاج إلى اللفظ المعنى اللي يتسعيض التسناديض ذا شو ثم السلاحي دي السفغان أكنا مشاكل أتحصل في كوالا ذي ليون المعنى في الدين الطريقة يجي الطريقة يجي الطريقة يجي وصار وضارة ما زالوا دي في غيرك وين كني يتحصل. لذلك قرن الشعراء الأصحاب نند أجمل الشعر ما لم يكتب أسفر وقلهان ماشي ذوين دنان ذوين ودنينا راه ثان دخل يبغى يكون المعنى أو كون يذي بحال فميد الخوا أجمل الشعر ما لم يكتب هذا كلام الأدباء ما لم يكتب باش غديني إيه شحال المشاعر شحال الأفكار شحال المعاني ورد في غنتارا لذلك العلماء استخدم من الرمزية المتنبي المتنبي يونس الشعراء مقرن سمية كفاح الشعراء نيسي فانافري ذاك في حسدن اي ذكرس نكرا لي ميسيل صواريخ إناس انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلماتي من به صمم إناس يا ينكت فانكيني اذرغال في والي وين كني ونسلارا لا عوزو هذه السل ايه ذاك يخدم الاستعارات يخدم لانه الامراء يغذي الادب الا لانت المحسنات الى الطباق الى الجناس الى التوريه الى الكنايه الى الاستعاره المكنيه الاستعاره التصريحيه الى التشبيه البالغ الى التشبيه الضمني الى التشبيه التمثيلي او ثل الخدمه دخل اتفقنا؟ أيضا كذلك قال كلام آخر أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم أنام ملء جفوني عن شواردها ويصهر الخلق جراها ويختصم إلى آخره يظل مسينا في الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم بعدين ياسن بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم في غاديني اللغة أكنث قوى غاد السفغض المعاني لذلك الألفاظ أقل من المعاني والأفكار أكثر من المعاني والمعاني أكثر والأفكار أكثر من الألفاظ والمعاني أكثر من الألفاظ والأحاسيس والمشاعر أكثر من الألفاظ وقد قلنا ما قاله الشعراء أن أجمل الشعر ما لم يكتب لذلك في بعض الأحوال الذي يعجز اللسان عن البيان وليس لكل معنى لفظ بل كل معنى محتاج إلى اللفظ ومن بعد ناد والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه تجد مسألة ختامية مهمة والمحكم المتضح المعنى والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه القرآن الكريم محكم ربي كتاب أحكمت آياته يعني هي معنى وتقنت لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه ولكن ربنا دغى سورة العمران
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. صفة ربي سبحانه في الآية السابعة، هذه الآية السابعة من سورة آل عمران. معنى لنت الآيات المحكمات، لنت الآيات المتشابهات. يلا كي نقول لك كاف ها يا عين صاد، واش فهمت؟ واش المعنى؟ فقلت سورة مريم، ماذا فهمت؟ ما يقول لك ألف لام راء، قاف والقرآن المجيد، نون والقلم وما يسطرون. هي هذه الحروف المقطعة مسألة خلافية بين العلماء. كان يقول لك هذه الحروف المقصود بها معناتها العربي القرآن يتشكل من هذه اللغة وهي تتشكل من هذه الحروف، وقد قال ربنا عز وجل متحدين كل الناس، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرة، وتعرفوا كامل. وكان يقول لك لا، هذه استأثر الله بعلمها، هي من المتشابه المتشابه. الله ربك زال المعنيس، الله ربك زال المعنيس، لا يعلم مقاصد إلا الله. لذلك الآية أم السلام دي الآية السابعة من سورة العمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. أنا حبس ده، أنا نكمل. يختلف إما الواو ذاقي، إما ذاقي تكون للابتداء، إما تكون استئنافية، إما تكون عاطفة. عاطفة من الناد وما يعلم تأويله إلا الله. إذا توقفنا هنا معنى المتشابه لا يعلم معناها إلا ربي، الوقفة هم سوى ربي، ما نحبسنا إلا الله. إما نكمل أدنيني معناه عاطفة، والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا الألباب. معناتها الراسخون في العلم يعلمون معناها. من فهم بلي الواو ماشي استئنافية، عاطفة. فإذا كانت عاطفة معنى الله يعلم، ربي زرى. أكد العلماء مقرن الراسخون وقد يسعني زوراني مقرن ذي ثمسني يعلمون، أليس كذلك؟ صافي ثقيث الذي التفسير، ولكن الأصول الشام، لأن علم الأصول قلت لكم سادتي يساعدنا حتى فهم القرآن وفهم السنة واستنباط الأحكام وكلش، كما سترون وستسمعون إن شاء الله في المستقبل الأيام. لذلك تجد الدين السبكي رحمه الله المصنف شدينا، والمحكم المتضح المعنى، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه. وبعدين شدينا أخيرا، وقد يطلع عليه بعض أصفيائه. ربي يطلع أذي كثام سني يوقع ذي اختار نتسا، ولكن اختار ثنس البرامة مش اختيار كان كي معنى استهنة ثني اختيار بعض أصفيائه، يعني من العلماء من الخواص من الراسخين في العلم. قال الإمام: واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص. معنى يقول الإمام معنى الرازي أديقار، اللفظ الشائع يعني الذي انتشر بين الناس لا يمكن في السلم كان الخواص، لا شائع، لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى خفي إلا على الخواص. كما يقول مثبت الحال، كلمة الحال قصروا شيء معنيس الحالقي هي بين الوجود والعدم، قضية فلسفية شوية، قضية فلسفية لغوية عميقة، إلى المعدوم إلى الموجود، بين المعدوم والموجود حال. وهذا كنت تشرح أطلق معلش. كما يقول مثبت الحال، الحال والمقصود هو هذا. بعد يقول لك الحركة معنى يوجب تحرك الذات. ثورة مثل بنادم تزلتنغ ثوركا ثابت، إذا تحرك
هذه هي الحركة. فيه معاني أخرى سنذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.